حدث بالأمس هو اعتداء وانتهاك سافر من قبل الحكومة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وعلى الأرض اللي خاضعة على السيطرة الفلسطينية. فالكل بيعرف هذا مدخل شارع الشهداء هو من أهم المداخل لمداخل المناطق المغلقة في الخليل. في داخل هذا المنطقة بسكن العديد من العائلات والسكان في هذه المنطقة. هذه المنطقة مغلقة منذ عام 1994 بعد المجزرة الحاقدة اللي حدثت في الحرم. نحن من قتلنا ونحن من استشهد ونحن من أصيب ونحن من عوقب بإغلاق هذه الحواجز. بالطبع فيما بعد كان في المفاوضات وكان في المحادثات وكان في ما يسمى ببروتوكول الخليل اللي من 10 ل 15 سنة. اليوم بنحكي عن 28 سنة على بروتوكول الخليل، لم يحدث أي شيء. بالعكس الإسرائيليين يزدادوا يعني تماديا أكثر فأكثر. ليلة أمس كان في المربيع هذه محطوطة على في المنطقة هذه، وإحنا طبعا بنرفض هذه المربيع كما نرفض الحواجز الإسرائيلية الموجودة هون، الحواجز المهينة. وتم الاعتداء على هذه المساحة من الأرض الفلسطينية والسيادة الفلسطينية.